إلا بالله العلي العظيم. اشفع لنا عند الله.
وحيك لليباب المقفر فأرح بسام الرا نبكي العسكري قد حل كسر بالهدى
معزى في هذا اليوم، ألا وهو سيدتي ومولاتي فاطمة. فاطمة، ماذا تبكي؟ لمن تبكي؟ لمن قتلوا بالسيف أم الذين قتلوا بالسيف؟ وولدها الإمام العسكري قد قضى نحبه بأرض غربة. انقلها عاشر الأولاد يوم حسين ما تبغصت برغصة مرة ولا جيت حضرت ماتت ليت يوم حسين على فراش المرض يتقلب وجبده موجعه وابنه المهدي جرح حسرة ويجري مدمعه والامام العسكر نسجى ويوصي وصيته الله يعينك يا نور العين بعد فراق ابوك لازم العدوان يا ابني عقب عيني يطلبونك يا ضياء عيني قصدهم وانت تتغيب حسب امر الجليل رادت الله تاخذي بثار العشيرة وتاخذ بثار الذي بالفرض والصام الجدل وتاخذ بثار الذي بالسم جبدا فتت لكن كل هذه المصائب تهون أمام أم المصيبة مصيبة الإمام الحسين عليه السلام والله تأخذ بثار الذي قطع وريته بكربلة وويلة من قفاه قطع جثته ظلت على حر الصعيد مجرد وشهر وراسه بكل بلدة وعليله ونسوته دخلوا ذيج
مجلس يزيد راحوا عليهم خوارج في السكك مثل العبيد بعد وجدك السجاد يا ابني وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال مولانا ومقتدانا الإمام أبو محمد الحسن بن علي الزكي العسكري عليه السلام: ليست العبادة كثرة الصلاة والصيام، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. لتعجيل فرج مولانا صاحب الزمان صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقهم لا لحاجة منه إليهم، بل خلقهم لكي يرحمهم، وخلقهم لكي يعرفوه، حيث قال جل وعلا في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف. يعني هذا الوجود قائم على أساس هذه الغاية، وهي الوصول إلى معرفة الله تبارك وتعالى. ولكن طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى حتى الإنسان يثبت على هذا الطريق وتكون عباداته وأعماله التي يقوم بها مقبولة عند الله سبحانه وتعالى ويثاب ويؤجر عليها، يجب أن يأخذ بأسباب السير والسلوك، بحيث أنه لا يضل ولا ينحرف عن هذا الدرب. مثل واحد يريد يسافر إلى بلدة معينة وما يعرف الطريق، فيحتاج إلى شواهد، إلى دلائل، إلى قرائن تدله على الطريق الذي إذا سلكه أخذ به إلى المكان الذي يريد. فقد يضل الإنسان الطريق المادي الذي يراه، فكيف بالطريق المعنوي وهو طريق الله، ذلك الصراط المستقيم الذي عبر عنه في الروايات على أنه أحد من حد السيف وأحد من الشعر، وهو في حقيقته هذا الصراط هو سير الإنسان المعنوي، سلوكه، أخلاقياته، عقيدته، منهجه الذي ينتهج في هذا الحياة، في هذا العالم، في هذه الحياة، يتجلى له في عالم الآخرة. فإذا كان يسلك طريق الله فإنه يرى نفسه بعد خروجه من هذا العالم يسير على نفس الطريق.
وإذا انحرف عن طريق الله هذا الصراط الأقوم فسوف يرى نفسه في ذلك العالم يقع في الأهوال التي تتلوها أهوال كل من حرف عن هذا الطريق. هذا الطريق الذي قد ينحرف عنه الإنسان ولو كان مؤمنا ولو كان عابدا ولو كان زاهدا. ولهذا نحن في كل يوم في 5000 فروضات وبالإضافة إلى النوافل من أحب أن يزيد كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ليش؟ لأن هذا طريق معنوي يحتاج إلى هداية خاصة، إلى هداية باطنية، إلى نور باطني. الإنسان قد يعجز عن تشخيص أمور مادية، فكيف بهذا الشيء المعنوي الذي لا يرى؟ لهذا يحتاج إلى نور بصيرة. والقرآن يقول إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ولهذا من دون الهداية الخاصة الإنسان لا يهتدي إلى هذا الطريق قطعاً ويقيناً. الهداية العامة موجودة عند كل الخلق، الهداية العامة يعني مثل ما أن الله سبحانه وتعالى رحمن فهو رحيم، هناك رحمة عامة للبر والفاجر ورحمة خاصة للمؤمن. كذلك الهداية أكو هداية عامة، الهداية الفطرية مثلا أن الطفل إذا سقط من بطن أمه فطريا يريد أن يرضع من ثديها، هذه هداية عامة. لكن الهداية الخاصة هذه لا تكون إلا بشروط خاصة. الله سبحانه وتعالى يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يعني أنت تريد أن تؤوب إلى الله، تتوب إليه توبة نصوحة، باب التوبة مفتوح، ولكن الولوج من خلاله إلى فضاء رحمة الله، إلى فضاء سعة رحمة الله التي وسعت كل شيء له شروط. الله ما يسقط باب في وجه أحد، ولكن هناك شروط يجب أن يأخذ بها من أراد أن يتوب عليه الباري جل وعلا. أولا التوبة النصوحة، التوبة النصوحة أنه يعاهد نفسه بل يعاهد الله سبحانه وتعالى ويعاهد رسوله صلى الله عليه وآله أنه لا يرجع إلى ما عود نفسه عليه من ذنوب كان يرتكبها، يعني يقلع إقلاعا نهائيا عن الذنوب التي كان يرتكبها. الشيء الثاني أو الشرط الثاني الإيمان. الإنسان أصلاً ما راح يتوب ويرجع إلى الله إلا إذا كان عنده عقيدة، عنده إيمان ولو إيمان أولي. ولهذا من دون الإيمان بالله والإيمان بالرسول وأهل البيت واليوم الآخر والقيامة وكذا، هذه العقائد أصول الدين، ما راح اصلا يفكر في ان يعود الى الله، يؤوب الى الله ويتوب. الشرط الثالث العمل الصالح، انه يعمل صالحا، يحول ايمانه من ايمان نظري الى ايمان عملي، والا تبقى مساله القيامه والجنه والنار كلها مسائل نظريه في نطاق التنظير. احنا ما نريد الدين يكون مجرد نظريات، وانما يجب ان نحول هذه النظريه الى واقع. وقل اعملوا، العمل هو الذي يحول عقيدتك من عقيده نظريه الى عقيده عمليه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كل هذه الامور قائمه على اساس ثم اهتدى. يعني انت ما راح تتوب توبه نصوحه وما راح يكون عندك ايمان ولا عمل صالح الا بهذه الهدايه الخاصه. ثم اهتدى الامام الصادق يقول لولايتنا اهل البيت. ولهذا كثير من الناس الان يدعون انهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولكن
ليس كل من ادعى وصلا بليلى وصل إليها. كل من ادعى أنه يعبد الله يوحد الله، كل من ادعى ذلك ليس شرط أن يكون مقبولا ويصل إلى مرامه وبغيته. القرآن يقول الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الآن من يقتل باسم الدين ويسفك الدماء وينتهك الأعراض والحرمات باسم الدين، هؤلاء يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم المفسدون في الأرض. وإذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن مصلحون، مضمون الآية. زين، المصيبة أنهم يفعلون هذه المنكرات والموبقات باسم الدين. ليش؟ لأنهم اتخذوا من الدين مطيه. فلو تعروا من لباسهم، لباس الدين، لو تعروا منه لافتضحوا ولما اتبعهم أحد، ولكن أخذوا يحاربون الدين بالدين. الدين يعني أسهل شيء، من أسهل الطرق التي توصل الإنسان إلى مآربه الشيطانية أن يتظاهر بالإيمان وبالإسلام وبالورع والتقوى، حتى ما إذا وصل إلى مآربه الشيطانية الدنيوية الخبيثة تعرى من هذا اللباس. وهذا ما فعله المنافقون في صدر الإسلام الأول، من يوم شافوا ما أكو فائدة من محاربة النبي والتظاهر أمامه بالكفر والشرك. كثير منهم دخل في الإسلام لكي يحارب الإسلام من داخل البيت الإسلامي. والمنافقون هنا يكونون أشد خطرا على الإسلام ممن أظهر كفره وشركه. من هذا تلاحظون أن من يحارب الإسلام باسم الإسلام يحارب الدين باسم الدين، هو الأخطر والأشرس على الإسلام. فالذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وآله، حرب النبي، مواجهة النبي لمن كانوا يتظاهرون بالكفر والشرك، حروبه التي خاضها ضدهم أهون بكثير من الحروب التي خاضها أمير المؤمنين ضد أناس يدعون أنهم مسلمون. والدليل على ذلك واقعة صفين، حينما رفعت المصاحف، زين، الإمام يقول لهم أن القرآن الناطق وذاك القرآن الصامت. فوقع التحكيم من ذلك اليوم، قالوا لا حكم إلا لله، وظهرت فرقة الخوارج. وإلى يومك هذا تشوف أبناء الطلقاء ماذا يفعلون بالإسلام والمسلمين، زين، بحجج وهي أن لا حكم إلا لله، وأن من نحاربهم إنما هم كفار ومشركين، زين، إلى آخر. الحروب اللي خاضها أمير المؤمنين ضد هؤلاء، أكثر الناس لاموا أمير المؤمنين، قالوا له كيف تحارب أناس المسلمين؟ ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله حارب على التنزيل، ولكن الأشد والأمط المحاربة على التأويل. يعني الآن احنا نقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أو نقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نقول هذه نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، غيرنا يقول لا مثلا. فتأويل القرآن لأنه لم يرجع الناس في تأويله إلى الراسخين في العلم، كل من هبود ادعى أنه تشمله هذه الآية ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لهذا تشوف هذه المصائب التي نزلت على الإسلام والمسلمين بسبب إبعاد الراسخين في العلم الحقيقيين، أهل البيت عليهم السلام، حينما أبعدوا وأقصوا وزحزحوا عن مقاماتهم التي رتبها الله سبحانه وتعالى لهم، بحيث أن هذه الأمة لم تأخذ بالعاصم لها من التشتت والتمزق والتشرذم،
ولهذا تشتتت هذه الأمة وتنازعت وذهب ريحها. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. لهذا تشوف الغرب الكافر يأخذ من خيرات المسلمين زين، والمسلمين يتناحرون فيما بينهم زين. الغرب يخطط إلى البعيد والمسلمون يتنازعون فيما بينهم بحروب طائفية مقيتة زين، بسببها الآن يقتل من يقتل، يذبح من يذبح، ينتهك عرض من ينتهك، بسبب هذه الأمور الطائفية المقيتة التي ظهرت منذ صدر الإسلام الأول. هذه مو وليدة الساعة، مو وليدة اليوم، وإنما من ذلك اليوم الذي انقلب فيه الناس على الأعقاب، مو بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفق الأعلى، بل ظهرت بوادر الانقلاب على الإسلام والمسلمين والنبي على فراش المنية صلى الله عليه وسلم، حينما قال آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تظلموا بعده أبدا. شوف كلمة، رب كلمة أهلكت أمة بأسرها. فحينما قيل للنبي أنه يهجر أو غلب عليه الوجع أو كفانا كتاب الله، الآن من يحاربون أهل البيت وشيعة أهل البيت يقول لك إحنا ما ملزمين أن نتبع أهل البيت، ما ملزمين أن نأخذ علمنا وديننا ومعتقدنا من أهل البيت، نقدر نتبع غيرهم بسبب كلمة قيلت في ذلك اليوم. الآن شوف هذه المصائب بسبب كلمة، ورب كلمة أحيت صاحبها بل أحيت أمة. شوف الإمام الحسين حينما قال يوم عاشوراء خيروني بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. الآن أحرار العالم تستلهم القوة والعنفوان والشموخ والإباء والفداء من هذه الكلمة، كلمة واحدة قيلت في ساعة أو ساعتين أو ثلاث يوم عاشوراء في ذلك الزمان سنة 61 للهجرة أحيت أمة. وكلمة قيلت في صدر الإسلام الأول أهلكت الحرث والنسل. لاحظ الحروب، كيف تبدأ الحروب؟ تبدأ الحروب بين هذه الدولة وتلك، كلمة من هذه الدولة وكلمة من هذه الدولة وشوية من هنا وشوية من، تبدأ الحرب حربا إعلامية تتحول بعد ذلك إلى حرب اقتصادية أو اجتماعية ثم إلى حرب نظامية. تبدأ من الكلام، شوف الكلمة، كلمة أحد من حد السيف. لاحظ ولهذا من دون اتباع أهل البيت لا تنفع الصلاة، لا ينفع الصيام، وهذا ما أشار إليه الإمام العسكري في الحديث الذي قرأناه بدوا. ليست العبادة كثرة الصلاة والصيام، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله، وأمر الله جل وعلا هو الإمام المعصوم. ليش؟ لأن الإمام المعصوم المفترض الطاعة جسد في شخصيته أوامر الله، إرادة الله. فالإمام المعصوم لا يتحرك إلا بأمر، لا يقوم إلا بأمر، لا يقعد إلا بأمر. إحنا قد نلتزم بأوامر الله زين؟ إذا مثلا ذهبنا إلى دور العبادة أو إذا أردنا أن نقرأ دعاء أو نعمل عمل صالح معين نلتزم بشروط هذا العمل من وضوء وغيره، لكن في باقي شؤون الحياة وكأننا نقول أننا غير ملزمين، إحنا ما معصوم. لكن المعصوم لا ينفك عن الذات المقدسة 24 ساعة. المعصوم حتى في أكله وشربه لا يأكل، لا يشرب، لا يقوم، لا يقعد إلا بأمر. هذه الآية الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يعني أئمة أهل البيت، يعني هذه الآية نزلت في حقهم خاصة وفي عموم المؤمنين عامة. ولكن الذي لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين حتى لو هو نايم هم أهل البيت. النبي صلى الله عليه وآله يقول تنام عيني ولا ينام قلبي. النبي حتى هو نايم ما يغفل عن الله، لو غفل عن الله وعن ذكره طرفة عين لمحي اسمه من ديوان النبوة.
كذلك أئمة أهل البيت. لذلك نحن نتبع أهل البيت لأن الله عصمهم من الزلل. أهل البيت إذا اتبعتهم لا يخرجوك من حق ولا يدخلوك في باطل، وهذا معنى علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. لكن شوف اللي أخذوا دينهم من غير أهل البيت ضلوا وأضلوا. لاحظ اللي أخذ دينه وعلم توحيده من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه كيف يوحد الله. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن ملائمة كيفيته، يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون. لكن شوف اللي أخذ علم التوحيد من غير إمام التوحيد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول بأن الله له وجه وله يدين أو يد واحدة أو رجلين أو رجل واحدة، شاب أمره وكذا وما دشر جل وعلا عن هذه الصفات. زين ليس كمثله شيء، كيف أنا أصف الله بصفات مخلوقة هو خلقها جل وعلا؟ كيف أحده بأين؟ كيف أحده بمكان وأجري عليه زمان وهو الذي خلق الزمان والمكان والذي كيف الكيف وأين الأين؟ ولهذا شوف أهل البيت عليهم السلام إنما ظلموا وهضموا قتلوا ذبحوا شردوا من أجل ماذا؟ من أجل أن يرجع الناس إلى الدين الإسلامي المحمدي الأصيل الخالي من الشوائب الخالي من التدليسات والتزييف والتحريف، لأنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وقع التحريف والزيادة والنقصان وظلم الناس باسم الدين، ذبح الناس باسم الدين حينما أبعد أهل البيت. فأن يأتي إنسان ويقول بأن يزيد خليفة رسول الله مثلا، هذا الذي هدم الكعبة، هذا الذي قتل الحسين، هذا الذي استباح المدينة ثلاثة أيام، يقول لك لا هذا خليفة رسول الله، كيف خليفة رسول الله؟ شو كله باسم الدين. فأهل البيت أرادوا من الناس أن يتيقظوا وينتبهوا لكي يميزوا بين الحق والباطل والغث والسمين. ولهذا الإمام العسكري كآبائه وأجداده الطاهرين حينما رأى الناس تخوض في ألوان الباطل ما استطاع أن يسكت، وهو الإمام المعصوم المفترض الطاعة. الإمام العسكري عليه السلام أشخص مع والده الإمام علي الهادي عليه السلام، كان عمره 4 سنين وبضعة أشهر، يعني 3/4 عمره قضاه في سامراء. زين وشاف ألوان الظلم والجور التي نزلت على والده. زين ثم استلم مهام الإمام مدة 5 سنين. الإمام الحسن العسكري استشهد في ريحان شبابه، عمره ما يتجاوز 28 سنة. وترى مو فقط الإمام الكاظم الذي قضى عمره في قعر السجون، حتى الإمام العسكري يسجن ويفرج عنه، يسجن يعني سجن في أكثر من سجن، وحتى لو كان مفرج عنه يكون تحت الإقامة الجبرية وتعرض للقتل والذبح أكثر من مرة، لكن الله سبحانه وتعالى كان يدفع ذلك عنه. عاصر الإمام الحسن العسكري كذا طاغية من طواغيت بني العباس، بدءا من المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل. ومعروف المتوكل شنو سوى في شيعة أهل البيت، وهو الذي هدم قبر الحسين وحرثه وأجرى عليه النار. ثم بعد ذلك جاء المنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي، ثم بعد ذلك جاء زمن المعتمد. وهذه شوفوا كلها ألقاب لأهل البيت، مستعين بالله، متصل بالله، واثق بالله، قاهر بالله، ما أدري شو، هي كلها أسماء لأهل البيت. يعني شوفوا حتى ألقاب أهل البيت سرقت منهم، المتوكل منهم المتوكل الإمام الهادي،
لكن إذا تقول متوكل يتبادر إلى الذهن ذلك الطاغية الذي قتل ذبح سفك الدماء انتهك الأعراض الحرمة. وإلا من المتوكلون الحقيقيون الواثقون بالله المستعينون بالله القاهرون بالله المنتصرون بالله هم أهل البيت. فقولها سرقت منهم ووسمت لأناس وسم بها أناس لا يستحقونها. يعني مو فقط زحزح أهل البيت عن مقاماتهم الظاهرية حتى ألقاها سرقت منهم. فالإمام العسكري عليه السلام سجن في أكثر من سجن، شوية خفت عليه المسألة في زمن المنتصر شوية خفت عليه، ولكن في زمن المستعين والمعتز والمهتدي سجن في الإمام في زمن هؤلاء وتعرض للقتل والذبح. الإمام بهذه المحصلة والنتيجة يعني ما كان يستطيع أن يلتقي بأحد، لكن شوفوا رغم التضييق على الإمام لم يترك تكليفه الشرعي. يعني ما قال أنا مالي شغل أنا متغربل وكذا خلي الناس تولي، لا هذا إمام معصوم مستعد أن يبذل الدم في سبيل هداية الناس وإنقاذهم من الضلال وإدخالهم في نور الهداية. لذلك كان عند الإمام وكلاء، كان الإمام يطلع على أحوال الأمة عن طريق وكلائه، وما كان ينفك عن الأمة وعن قضايا الأمة. يعني أي زوبعة تظهر في الأمة كان يتصدى لها الإمام العسكري في قضية أبا إسحاق الكندي الذي دون كتابا في تناقضات القرآن، يريد أن يقول بأن القرآن متناقض، الذي تصدى له الإمام العسكري عليه السلام بعث له بشخص لكي يسأله أسئلة وينقض ويدحض كل ادعاءاته على أن القرآن متناقض. وفعلا بدل أبو إسحاق الكندي رأيه بسبب تصدي الإمام العسكري له بطريقة غير مباشرة بأن بعث له شخصا من أتباعه. أهل البيت شنو سووا حتى يفعل بهم هذه الأفاعي؟ تشوف مشتتين قد نفوا عن عقر دارهم كأنهم جنوا وليس يرتفعوا. شنو سووا؟ فقط لأنهم أرادوا أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وما كانت تلومهم في الله لومة لائمة. ولهذا على هذا الأساس فقط حورب أهل البيت حتى جاء زمن المعتمد العباسي الذي كان شديد البغض والعداء لأهل البيت عليهم السلام، دس السم للإمام بأبي هو وأمي حتى ألقاه على فراش المدينة في بلاد غربة. يعني أنت إذا تروح سامرة فعلا تشعر بغربة الإمامين العسكريين، قل وين المدينة وين سامرة؟ يعني حتى الإمام الرضا عليه السلام غريب طوس ما تشعر بغربة اتجاهه كما تشعر تجاه الإمامين العسكريين، لأن مدفونين في بلدة نواصب حبيبي. صعبة، يعني أصعب موقف من مواقف الأئمة، أصعب مدفن من مدافن الأئمة هو مدفن الإمامين العسكريين. ولهذا الآن يمكن وصلكم الخبر استهداف مرقد الإمامين العسكريين، هذا توجد. يعني شوفوا أهل البيت حتى هم في قبورهم محاربة. زين أحياء وأموات، طبعا أهل البيت مو أموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يعني ذولا الآن اللي يستهدفون مرقد الإمامين العسكريين يعني لو الأئمة أحياء لقتلوهم مرة ثانية. هذا الكلام. ولهذا دس السم للإمام بأبي هو وأمي حتى ألقاه على فراش المنية يرفع رجلا ويضع أخرى يمشى على طبيب يطبع
رب الروح، ليس معه إلا ابنه الإمام المهدي ذو 5 سنوات والخادمة. اشتدت حالة الإمام حتى وصل به الأمر أنه لا يستطيع أن يرفع قدحا من الماء لكي يشرب. كانت ترتعد فرائصه، انتشر السم الزعايا في بدنه حتى تغيرت ألوانه. حينما علم الإمام بدنو أجله أدنى ولده الإمام المهدي، أوصاه بوصايا عهد إليه بعهود، قلده مقاليد النبوة والإمامة. يا شيعة يا موالي، فحينما نزل الأجل بالإمامة عرق جبينه وسكن أنينه، أطبق عينيه وبا وأسفل يديه ومدد رجليه حتى فاضت نفسه المقدس وإماما. رحم الله من نادى وسيدا ومسموم، باشر الإمام الحجة بتغسيله وتكفينه. حينما أراد جعفر أن يصلي على جذبه الإمام الحجة وكان عمره 5 سنين وقال له تنحيا عنه فأنا أولى بالصلاة على أبي منك. أويلي والله شمامة الهادي، حسن يجذب الول. رحم الله من عطية فوق الفرش واسمه خصم مردا نفسه يجمع تذاب قلبه بحر الاسم أولاد أبو طالب عليه قلوبها تحو. إيه هذا يجر ولا وغاد الدمع مسجود، وأما في حنا ورلا. أيوا ويلا أيوا مصيبتا، والله كهف الأرامل واليتامى والمساكين كلها عليه بعدك يا ابو محمد، ترى متيتم الدين حامي حماي بهالمرض شيا لعل. رحم الله من نادى واماما وسيدا، والله اصفرت الوانه
تغمض عيونك يا ويلي وغابت الروح وتزلزلت بسماء تقبل أعمالنا ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات اللهم بحقه اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا اقض حوائجنا يسر مطالبنا اللهم بحقه لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا أبعد أيدي الظلمة أن تصل إلينا اللهم بحقه شافنا وشاف مرضانا فك أسرانا ورد غرباءنا غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة والاستجابة دعاء ندعو جميعا لإمام زماننا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك وقائلا وناصرا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. لحظة استجابة الدعاء إن شاء الله. قبل أن تقوموا من مكانكم اطلبوا حوائجكم من الله ونسألكم الدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل منا هذا القليل بحسن قبولك، وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح موتى المؤسسين والحاضرين والجالسين والعلماء والشهداء والصالحين وخدمة الإمام الحسين عليه السلام ومن مات على الإيمان، والفاتحة مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد.